Hello everybody, how are you? I hope you are fine. قد لا يصدق كثير من الناس أنه يستطيع أن يتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام، وقد يبدو للبعض أن هذا ضرب من الخيال وأنه مستحيل، والحقيقة أن هذا الأمر فعليا يمكن يعني أن يحدث أو يمكن تحقيقه عن طريق أنك تتبع ما أخبرك به. أنا أنزلت فيديوهات اسمها السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام. إذا ذهبت إلى هذه الفيديوهات ستجد أن مشاهدتها بالملايين. لماذا بالملايين؟ لأنها لاقت نجاح، يعني شخص أخذ هذا الفيديو واستفاد منه فشاركه مع غيره فاستفاد الآخرين. لما أنت لا تستفيد من هذا الموضوع؟ الموضوع باختصار يا سيدي أنه هناك عدة فيديوهات أنا أنزلتها، تقريبا 4 إلى 5 فيديوهات، اسمها السر الذي سيجعلك تتحدث الإنجليزي في 10 أيام. وقمت أنا بوضع أكثر الأسئلة شيوعا في الحياة مع الإجابات، والأسئلة هذه أنت إذا قمت السر يعني يكمن السر. أين يكمن السر؟ أنك تحفظ السؤال ثم تقوم بتغيير كلمة واحدة في السؤال. فإذا غيرت كلمة واحدة، مثلا حفظت سؤال، مثلا هذا السؤال يقول What do you think؟ ما رأيك بي؟ نفترض أن هذا السؤال أول مرة أنت تشاهده، قم بتكريره What do you think؟ What do you think؟ What do you think؟ ها اقرأه What do you think؟ هذا معناته ما رأيك بي. What do you think of أو about، كلام صحيح. وضع الشيء الذي تريده، يعني مثلا ما رأيك بعلي، ما رأيك بسيارتي my car، ما رأيك بباريس، ما رأيك بماليزيا. What do you think of Malaysia؟ What do you think of my car؟ إذن أنت الآن السر أنه تحفظ السؤال ثم تقوم بتغيير كلمة واحدة في السؤال. إذا غيرت أنا ماليزيا ومايكار وعلي وتوم، السؤال واحد تحول من سؤال إلى 10 أسئلة. الإجابة بسيطة جدا، يعني ما رأيك مثلا بماليزيا؟ It's إنها beautiful، مثلا It's beauty، beauty beautiful، جميلة. يعني It's هنا تعود على ماليزيا. تحفظ سؤال جديد مثلا أين أنت live، أين أنت تعيش. تغير live إلى where do you work، يعني أنت في الأول حفظت where do you. يلا غير يا عمي، where do you live أين تعيش، where do you work أين تعمل، where do you study أين تدرس، where do you play football أين تلعب كرة القدم، أين تنام، where do you sleep. الإجابة I live، أنا أعيش in. أين تعمل؟ I work in. أين تدرس؟ I study. وعلى هذا الحال، وعلى هذا الحال طبعا ركز أنه إجاباتك بتتغير، فبدل ما كانت معك إجابة واحدة أصبحت مع 10 إجابات، بدل ما كان عندك سؤال واحد أصبح معك 10 أسئلة. إذن العملية بسيطة جدا، أنا قمت بحفظ 10 أسئلة. نفترض أن السؤال اللي حفظته What do you think of my car؟ نفترض 10 أسئلة، وقمت بتغيير my car إلى إسطنبول، إلى ماليزيا، إلى محمد، إلى توم، إلى 10. فعشرة في 10 يساوي 100 سؤال، وبالتالي معك 100 جملة، يعني 10 جمل في 10 جمل أخرى، فيصبح معك 100 سؤال ومئة جملة. يعني كيف تتخيل أن يكون مستواك أصلاً في اللغة الإنجليزية وأنت تريد أن تتحدث الإنجليزية؟ فأمامك شخص أمريكي، بريطاني، كندي، أياً كان، أنت عندك 100 سؤال، وإن سألك هو أنت عندك 100 إجابة. يعني تخيل القفزة التي يعني ستكون في لغتك الإنجليزية. لا نحتاج قواعد، الذي يقول والقواعد لا تحتاج، أنت في هذه الحالة لا تحتاج أي قواعد، أنت فقط تقوم بحفظ الصوت وحفظ الإجابة وتغيير اللازم، يبقى الحال على ما هو عليه، وتغيير كلمات محددة. طب أنا يعني لو حفظت 20 سؤال، حفظت 20 سؤال يا سيدي في 10 كلمات أصبح معك 200 سؤال ومئتين جملة، يعني 30 سؤال، 300 سؤال وثلاثمائة جملة. يعني كل ما حفظت أنا من أين أنت الآن فتحت جهيتي يا أستاذ مراد؟
من أين أتي بهذه الأسئلة؟ ما أنا كلمتك من أول الفيديو، هناك فيديوهات كتبت عليها أنا في اليوتيوب ولاقت مشاهدات بالملايين، لما لا تكون أنت واحد من هؤلاء الملايين الذين استفادوا من هذه الفيديوهات اللي اسمها السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام، وكتبت بعدد كبير جدا وتدربت مع الطلاب وكان لها قبول كبير جدا. أنت انظر إليها وشاهدها واستفيد منها. يعني مثل هذا الموضوع كما أخبرتك، يعني نفس هذه الطريقة، واحد يقول لكن مثلا 30-40 سؤال يمكن صعب علي، يا سيدي قسمهم. أنا أخبرتك أنك في 10 أيام، 10 أيام يوميا، هل صعب عليك أنك أنت تحفظ 5 أسئلة مع 5 إجاباتهم؟ يا سيدي خليهم 4 أسئلة. طيب لو 5 ولا 4 أسئلة في اليوم، ففي 10 أيام سيكون معك 50 سؤال أو 40 سؤال، وبالتالي 50-40 إجابة، وهذا كل ما أريده منك. هذه هي الخطة كلها، هذا هو السر. عندما يصبح معك الآن مش 30، هيصبح معك 50 سؤال، وبالتالي 50 جملة، اضربهم مع التغيير، يعني تغيير كلمة واحدة فتصبح 50 في 10. طبعا أنا على الحد الأدنى 10، ولكن أنت ممكن تغيرون إلى 20-30، لكن مش حابة بالغ في 10. 50 في 10 ب500 سؤال، و50 جملة تقوم تغييرها 500 جملة. أنا لا أريد منك أكثر من ذلك، وأجزم لك أنك في خلال 10 أيام هذه، واللي ذاكرته ضعيفة أو مشغول أو يقول لا أنا حاب أحفظ يومين 3 أسئلة، احفظ 3 أسئلة، هتطلع معك نتيجة 300، ممكن تقول 15 يوم أو حتى 20 يوم. بالأخير هذا السر هيمكنك من أنك تتحدث اللغة الإنجليزية دون قواعد، دون الحاجة لدخول معاهد، دون الحاجة للتعقيد، دون الحاجة للتعب. البعض يقول لا لا لحظة لحظة لحظة، يعني لا تستعجلش علينا الموضوع، خلينا كذا حبة حبة. خلاص حبة حبة. أنا هل الموضوع هذا، حاب أسألك يا أستاذ، قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ يا أخي أنت جرب. أنا أطلب منك، أنا الأستاذ مراد أطلب منك احفظ 5 أسئلة. What do you think of، وضع لك الكلمة مثلا What do you think of my house، ما رأيك بمنزلي؟ وغير هذا السؤال إلى 4-5 أسئلة. Where do you، واحفظ مثلا غير هذا إلى 5، واحصل على أسئلة جديدة مثلا What are you doing، هذا سؤال جديد مثلا What are you، ماذا أنت doing، تعمل الآن، وغير doing إلى eating، ماذا أنت تأكل. What are you watching، ماذا أنت تشاهد. What are you drinking، ماذا أنت تشرب. What are you reading، تقرأ. واحفظ أسئلة جديدة مثلا What kind، احفظ لي هذا السؤال الذي يريد إثبات What do you think، What kind of do you like. السؤال أنت تحفظه بهذا الشكل، أنت تحفظ السؤال بهذا الشكل What kind of مثلا sport، هنا يأتي تغيير الكلمة، ما نوع الرياضة التي تحبها. What kind of music، انت بس امشي على كلامي، احفظ هذا السؤال واحفظ هذا السؤال واحفظ هذا السؤال وهذا السؤال، 4 أسئلة. جرب انك تحفظهم وتغيير كلماتهم، وقابل اي شخص اجنبي وابدأ اسأله، بس مش حابك تتلكك ولا تنسى وتقول What think، لا لا لا، انا حابك تحفظه What do you think، What do you think، What do you think، لأن تتقنها ثم تغير الكلمات. What do you think of my son، ما رأيك بابني. What do you think of my friend، ما رأيك بصديقي. What do you think of my mobile، ما رأيك بجوالي. What do you think of، على هذا الحال، وستجد أنه الإجابات بسيطة، سيقول لك It's beautiful، He's nice، She's good، يعني إجابات بسيطة وستفهمها لأنك أنت بدأت تسأل ويجاب عليك. العملية بسيطة والسر عندك في يديك الآن، كل ما عليك فعله احفظ أكبر قدر ممكن من الأسئلة، قم بتغيير الكلمات، احفظ الإجابات، غير الإجابات حسب السؤال، وعلى هذا الحال كل ما كثرت الأسئلة اللي معك كل ما أصبحت قدرتك على التحدث أقوى. وأعتقد أنه 50 سؤال تقريبا أنت كذا غطيت الموضوع كامل، وغطيت أغلب الحوارات اللي تحتاجها في الحياة. يعني 50 سؤال هذا غالبا، يعني إحنا إيش بنحتاج في الحياة؟ بتحتاج تسأل واحد إيش اسمك، ما هو اسمك، من أين أنت، كم عمرك، أين أنت ذاهب، ماذا تعمل،
هل أنت سعيد؟ هل أنت مريض؟ منذ متى وأنت هنا؟ هل أنت متزوج؟ هل عندك أطفال؟ كم عندك أطفال؟ يعني كل هذه المواضيع موجودة في قناتي اللي خبرتك عليها في الفيديوهات السر الذي سيجعلك تتحدث الإنجليزي في 10 أيام. تقريبا هناك أكثر من 100 سؤال، لكن عندك 50 سؤال هم أغلب ما تحتاجه، وهذه يعني الأسئلة بسيطة جدا ولن تحتاج أن يعني تتعب. يعني أنت فقط انظر إلى السبورة واحفظ واكتبها سجلها وكررها. أتمنى يكون الفيديو فادكم، أتمنى أن السر استفدت منه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي الجديدة، لأن قناتي الجديدة قمت بدمج دروس كثيرة مثل المحادثات هذه، قمت بدمجها في دروس يعني مدمجة حتى لا تبحث عنها في القناة. وعلى كل اكتب المحادثة مع مراد، السر الذي سيجعلك تتحدث الإنجليزي مع مراد، أشهر العبارات، هذه أيضا مواضيع تحتاجها أن تفهمها. شكرا جزيلا، good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا مع سلامة الله، good luck.